المجلس المركزي. المجلس المركزي للمغاربه بألمانيا على شرف الأئمة المقيمين في ألمانيا في دوسلدورف ومدنها، وكذلك الجمعيات التي أسست المراكز والمساجد الإسلامية، كما أن المركز كرم بحضور وإشراف السيد القنصل العام للقنصل للمملكة المغربية، شرفت وكرمت وسلمت شواهد تقدير لكافة الأئمة والمرشدين والمرشدات والواعظين والسادة العلماء الذين أتوا في البعثة المغربية من طرف مؤسسة الحسن الثاني المغربي ممكن من الخارج ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فالحمد لله هذا الشهر كما في علمكم الحمد لله لقي إقبالا من طرف المغاربة. فبهذه المناسبة كنشكر كل الفعاليات وكل من ساهم في تيسير سهول إعطاء الدروس وإقامة التراويح، كما نشكر الطاقم التقني والذين قاموا بالتغطية الإعلامية كالسيد عبد الخالق والسيد عبد الحميد، نشكرهم على النقل المباشر لهذه الحفلة التي ينظمها المركز المغربي للمغاربة في ألمانيا سنوياً شريفاً وتكريماً. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تكاتف جهود المغاربة كل من زاويته تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين السادس نصره الله، الذي يرعى العلماء ويرعى الأئمة والمرشدين والمرشدات ويرسلهم إلى رعايا والوفياء الجاليه المغربيه في دار ديار المحشر ومنها المانيا. نتمنى ان شاء الله التوفيق لكل الفعاليات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. انا المرابط محمد بن شيد من مدينه بن شيد، مارس الامامه هناك لمده 23 سنه، ومن الائمه الذين يعني كرموا في هذه المناسبه الغاليه. وبهذه المناسبة نحن نشكر الإخوة الذين يعني نظموا هذا التكريم ونظموا هذا الحفل البهيج، ونشكر كذلك الأخ المصور الذي قام بمجهود يعني جبار وكبير جدا في هذا الاحتفال يعني الجميل. وبهذه المناسبة أنا أتقدم يعني للإخوة جميعا الذين سهروا على هذه المناسبة الجميلة بشكرنا وتقديرنا لهم، ونتمنى أن تكون مثل هذه اللقاءات تتكرر وتتكرر وتتكرر، وأن نتعاون نحن المغاربة على البر والتقوى، وأن نتعاون كذلك وندفع كل ما يعني يضرنا في ديننا وفي مصالحنا حتى نبقى شعبا وفيا كما كنا دائما. وأخيرا أشكر الإخوة مرة أخرى، وأشكر الأخ الكريم الذي قام بهذا التصوير وبهذا الجهد يعني الجاد. شكرا وألف شكر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه أمير الطويل من مدينة ضعف المغرب، وجئت مع البعثة الإسلامية الإسلامية إن شاء الله باش نعمل في الدين الإسلامي إن شاء الله في ديار المجر. كنت في مدينة المستر زيد توبة، الحمد لله الأمور كانت موفقة إن شاء الله. يعني قمنا بالواجب ديالنا من التراويح من الدروس من الخطب، الحمد لله يعني كان لقاء مميز، كان إخوة طيبين معنا ومزيدين فيه مجموعة من الطلبة وطلبة العلم. ونشكر الإخوة كذلك على اللقاء في المركز الإسلامي في ألمانيا، كانت لقاء طيب الحمد لله تعالى، استفدنا منه مزيان. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويضيع لنا الصحة من المسلمين. نشكر السيد المزارع يعني المسؤول مزيد هذا المجال باش أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله أخينا عبد الحميد نائب رئيس مسجد الرحمن بيت مسجود. أريد بهذه المناسبة أشكر الإخوة الذين ساهموا وقاموا بهذه الحفلة
رزهم الله على ما قدموا ما يقدموه وما يقدموا الإسلام والمسلمين. يعني الحمد لله كانت حفلة لتكريم الأئمة القادمين والرجل حفلة جيدة وفي وتمت الحفلة يعني في ظروف مميزة ونشكرهم على استضافتنا لهم لنا ونشكرهم على كل حال. رزقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أنا أخوكم في الله أغري أحمد أمين صندوق نزيل حمار في مدينة تزلدو. اليوم واحد نهار كبير جدا نشكر إخوان مقيمين على هذا الحفل كرمونا كرموا الأئمة اللي جاوا من المغرب نشكرهم جزيلا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم منير الكرابي من مدينة مانشستر رئيس الجمعية الإسلامية المغربية في مانشستر وخطيب بنفس المسجد. يعني في إطار الحديث النبوي الشريف الذي تحفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أتت هذه البادرة وهي يعني إقامة حفل للأئمة والمرشدين القادمين من المغرب. فنشكر لكم في المجلس المركزي للمغاربة في ألمانيا على هذه البادرة وهي ليست غريبة عنهم. يعني البوادر ديالهم الحمد لله كلها فيها خير، كلها فيها استضافات لأهل العلم وأهل الخير. يعني نشكرهم مرة أخرى على هذه البادرة وعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية اسمي هو الظاهر يوسف إمام وخطيب الجمعة ورئيس الجمعية في مسجد النور في ضواحي مدينة دورتموند في ألمانيا. وجودنا اليوم في هذه القاعة المباركة وبداية نثمن بشدة هذه المبادرة الطيبة الكريمة في ختام هذا الشهر الكريم هو إقامة حفل على شرف السادة الأئمة والشيوخ والوعاظ والمرشدين والمرشدات الوافدين علينا من مدينة من المملكة المغربية. في الحقيقة كان حفل بهيج جدا تليت فيها آيات من القرآن وفيها من الأنشطة التي قاموا بها هؤلاء السادة العلماء. وفي الحقيقة المغرب الحبيب دائما لا ينسى الجالية المغربية على قضية أن المغرب في الحقيقة هو الذي يصدر الإسلام المعتدل الوسطي في العالم وله تجربة في ذلك. والفضل يرجع إلى الله أولا وإلى صاحب الجلالة أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه. ونقول لكل الإخوة الحاضرين والغائبين سواء المسلمين في ألمانيا أو في المغرب نسأل الله تعالى لهم أن يوفق لهم في هذه الأيام المباركة ختام لشهر رمضان. ولا ننسى أن نبارك لهم عيد الأضحى المبارك. فنقول لكم جميعا بارك الله فيكم وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك. أولا نشكر الإخوان القائمين على هذا المشروع القيم لإصلاح ومصلحة للمواطنين المغاربة. وأنا أخوكم في الله زريوع عبد الله من مدينة دوسلدورف ودخلت هذه المدينة في عام 73 وأسست وكنت مسؤول في مسجد رام 2007. ونشكر الإخوان على هذه المبادرة الطيبة التي هي قاموا بها وجمعونا في خير إن شاء الله. ونشكر جميع الإخوان ونشكر الأئمة الذين أتونا من المغرب وشرفونا بهذه الموسم الطيبة. والحمد لله وعيدكم مبارك وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. ونشكر الإخوان الذي قاموا بهذا المبادرة التسجيل لإخواننا جميع المسؤولين الذين مقيمين على هذا المساجد. ونشكركم ونشكر الأخ اللي قام الخلق الأخ عبد الخلق جزاه الله خيرا في خدمة هذا. والشكر يرجع إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأنه هو الحمد لله هو مازال يستهم بالجارية المقيمة في المهجر
في بلاد ألمانيا. وجزاكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد مبارك. وعيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. في الله يطول عبد القادر من مدينة كورونيا، سابقا رئيس جمعية مسجد حمزة من سنة 1985 إلى غاية 2014. وفي هذه الليلة السعيدة إني جد مسرور بهذا اللقاء الذي تميز بجدية، وأشكر كذلك السيد القنصل الذي أشرف على هذا اللقاء. وهذا اللقاء كان كما قلت سابقا جد متميز، وأشكر كذلك الإخوان المشرفين على المجلس والأخ صاحب الكاميرا. إن شاء الله تنزل الخير، إن شاء الله الله يوفقه للخير بإذن الله سبحانه وتعالى من جميعا، والمغاربة خاصة. يعني أتمنى لهم الفوز، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويزن أداءنا. وكما من عيد مبارك سعيد، وأدامه الله علينا، وتقبل الله منا الصلاة والصيام والقيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.